يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. سلام سلام، الله مساك الله بركاته بالخير شيخنا. دكتور، شلونك؟ الله يسعدك، الله يبارك الحمد فيك لله تسلم، ويحفظك، الله والله يخليك يجزيك شاب. خير على الحضور والتواجد، وعلينا الله وعليك، يحفظك. ونعوده ويعود علينا بالخير والسعادة، ويعيننا على الطاعة والشكر والعبادة الطيبة. الله يبارك فيكم. الله يحفظك، الله. بس أنا ما أدري، الله يسعدك. هو التواجد أو سلم. الوجود؟ والله التواجد أو انت تصحح، الوجود؟ لان وجودنا فيه يقولون ولا تواجدنا فيه؟ التواجد من الوجد، عرفت شلون؟ والله احنا هو الحب. بيننا وبينك ترى في الوجه، ترى شيخنا. اي طبعا. فنحن تواجد مع الحب ووجود ان شاء الله ووجودنا تعالى. اشخاصا. الله يبارك شيخنا. في اقتراح يعني ادخل معك في احد الاخوه، يقول يعني ليش ما تكثرون اللقاءات مع الشيخ عثمان عن هذه الامور الشرعيه العلميه قدر الامكان في الاسبوع؟ فقلت له اذا الشيخ والله يوافق، ما عنده مانع بهذا الامر، اقول له لبيك، انا ما عندي مانع. الله يحفظكم. والله دكتور انا يعني ودي اقول لك كلمه، ان انا سعيد جدا الله يجزيك خير، يبارك، باللقاء الله معك، يبارك فيك. استفيد كثيرا من والله هذا كلامك، من تواضعك، الله بارك يبارك، فيك، هذا من تواضعك، الله يبارك وان شاء فيك. الله تعالى بالعكس هذا شيء يسعدني ان شاء الله تعالى، عسى الله ييسر الله الامور. يجزيك خير. الله الله يحفظكم. شيخنا، انا كان الله يبارك فيك، انا كان ببالي اني اسويها دردشه عن الحياه وعن من هذا الشخص الكريم اللي اسمه عثمان الخميس، الله يبارك فيه. لكن الله تأذن لي شيخ انه نلف شوي، نعرج على شيء اظن انا اولهم وايضا الحاضرين انه يتاملون، ان نبي نستفيد حق القادم كيف يكون رمضان عندنا نعبد الله فيه على بصيره، على حكمه، على امر طيب يقربنا الى مرضاته عز وجل. اللهم استعان، اللهم امين، اللهم امين. امين، الله يجزيك خير. شيخنا انا ودي انطلق على اول قضيه، يعني بدايه الان في رمضان، هل تنصحنا بتعلق بكتب معينه نستفيد منها خلال هذا الشهر حتى نكون على علم، على فقه، وعلى اجر؟ الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ابتداء قطعا كتاب الله سبحانه وتعالى. الانسان يكثر من النظر في كتاب الله تبارك وتعالى تدبرا وتاملا وقراءة ومعرفة التفسير وغير ذلك من الأمور، يحرص نعم على كتاب الله تبارك، يقترب أكثر من نعم الله جل وعلا من خلال كتابه الكريم. أحسن، نعم الأمر الثاني قراءة سيرة النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم، وسلم. وأنا أنصح بكتاب كان ينصح به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، رحمة الله وهو عليه، نعم كتاب زاد المعاد ما شاء الله، للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب جدا جدا عظيم وجميل وسلس، نعم ما شاء الله يعني تبارك، جمع نعم الفقه مع السيرة مع العقيدة، ممتاز، يعني كتاب جدا جميل، وكان ما شاء الله، ينصح به نعم شيخ الشيخ عبد باز أن يكثر الإنسان من قراءته، ومن ممتاز، قراءة زاد نعم المعاد، نعم وممكن يجمع مع هذا النظر في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي نعم لما فيه من اللمسات الإيمانية، حقيقة فيه لمسات إيمانية جميلة جدا جدا جدا. نعم ممتاز، وإذا نعم كان يريد أن يقرأ كتابا في الفقه، فإما أن يقرأ كتاب الوجيز في فقه الكتاب العزيز، طيب، أو نعم فقه ممتاز، السنة والكتاب العزيز، أو يقرأ كتاب منهج السالكين للشيخ العلام بن ناصر سعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نعم طيب. ما شاء الله، ويمكن أيضا أن يعرج قليلا كتب النووي رحمه الله تعالى كرياض ممتاز الصالحين ممتاز والأذكار والأربعين النووية، ممتاز، هذه كتب بارك نعم الله فيها ونفع بها كثيرا. أحسنت أحسنت، نعم ما شاء الله، والحمد لله، يعني إذا شمل هذه الكتب خير ونعمة عظيمة الله حقيقة. يبارك فيك. زين بلتفت على الشيخ عثمان الخميس، شيخنا تنصح أن الإنسان يتقيد بمذهب معين، ولا مثل الكتب اللي أنت ذكرتها الآن هذه كتب سبحان الله فيها شمولية ومعتمدة على الدليل بشكل كبير جدا، نعم فتنصحنا بشنو شيخنا؟ والله، شوف، يعني نحن نفرق بين التعبد وبين التعلم. نعم يعني التعلم أنا أنصح التعلم عن طريق مذهب معين، أي أو نعم مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لأن هذه الكتب ممتاز، متعوب عليها، طيب، صحيح، يعني مرت على أجيال ومختصرات ومبسوطات وشروحات، فأنا أنصح بالتعلم عن طريق كتب المذهب حقيقة. ممتاز، طيب، نعم أما من ناحية التعبد لله تبارك وتعالى، إنسان يتعبد الله تبارك وتعالى بما ثبت، طيب، صح، بما ثبت، فيدرس المذهب كدراسة،
لكن يتقرب إلى الله بما ثبت. وقضية كيف يعرف ما ثبت؟ أنه لا يتعصب للمذهب الذي يدرسه، فهو يدرس مذهبا ويلتزم به عملا. لكن متى ما تبين له أن الحق في هذه المسألة بخلاف ما ذهب إليه صاحب المذهب، مثلا هو يدرس مذهب مثلا الشافعي، تبين له أن الحق هنا في مذهب مالك، ممتاز، أو في مذهب الشافعي أحمد، أو في مذهب أبي حنيفة، لا يجد يعني صعوبة في نفسه من أن يقول بذلك القول ويتبناه ويعمل به. ممتاز. لكن لا مانع أن يدرس مذهبا، بالعكس أنا أتصور دراسة المذاهب مهمة جدا ونافعة جدا ومرتبة حقيقة. الله يبارك. شيخنا لو أنا الحين ما إنسان عامي، أنا الحمد لله أقول عن نفسي لربما أنا محامي أو مهندس أو طبيب أو إنسان بسيط، يعني بأقلد فتاوى الشيخ عثمان الخميس اللي يقوله أنا بمشي على كلامه، هل علي حرج في هذا الشيء؟ والله طبعا يعني شيخ الإسلام تيمية يقول نعم لا يجوز تقليد شخص بعينه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنه يجب التزام قول شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب إلى هذه الدرجة، فلا يجوز. خطير يعني هذا الأمر خطير. يعني الآن لما يأتي نحن الآن نقول لا يجوز أن الإنسان يقول لا أقول إلا بما قال به أحمد بن حنبل أو إلا بما قال به الشافعي، ننكر على أصحاب المذاهب التعصب على مذاهب، ثم نأتي نأخذ بقول عثمان الخميس ولا غيره من باب أولى هذا. يعني كيف يقارن عثمان بأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى؟ فلا يجوز يعني مثل الآن يعني البعض ينكر على أهل المذاهب يقول لا يجوز يتعصب لقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والشيخ موجود ابن عثيمين موجود نعم، يعني العلامة شيخنا وإمامنا ومن أحب الناس على قلبي رحمه الله تبارك وتعالى، هو لا يرضى ذلك هو لا يرضى ذلك سبحانه التعصب لرأيه. فالقصد أن الشخص الوحيد الذي لا يترك قوله هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي أحسن. الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمه، صلى الله عليه وسلم. شيخنا من اليوم وصلت لنا بعض الرسائل لما قالوا استقبلوا رمضان بهذه النية وبهذا الدعاء، ما أدري إذا وصلت لك ولا لا. أنا وصلت لي زين، وصلت لي. شنو النظرة عليها مع دخول رمضان؟ هل في دعاء محدد أو نية محددة تسبق هذا الشهر المبارك؟ طبعا أعمال بالنيات، لا بد ينوي الإنسان يصوم، طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذا كان يقصد النية هي الإيمان والاحتساب فنعم لا شك، لأن الله لا يقبل عملا إلا بنية. أما إذا قصد شيئا معينا آخر أنا لا أدري، ما سمعته ولا قرأته. أما قضية هذا الدعاء لم يثبت دعاء معين لدخول رمضان حسب علمي. نعم. والتلفظ شيخ بالنية، يقول أنا نويت أن أصوم غدا، يقول لازم تذكرون هذه النية من أول يوم وكل يوم تكررونها. الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن التلفظ بالنية بأي عمل بدعة. نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه تلفظ بنية أبدا، ولا أمر بذلك ولا أرشد إليه صلاة ربي وسلم، ولا يعلم عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه كان يتلفظ بالنية. كل ما في الأمر دكتور اللي هو في الحج، عندما يقرر الإنسان لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللي هي التعيين النسك، وهذه ليست النية وإنما هذه تعيين النسك، الجهر بالتلبية وتعيين النسك، وليست هذه النية. النية محلها القلب في كل العبادات، فلذلك ما يحتاج أجدد. نعم. لذلك لا يصح الإنسان يقول نويت تلفظا لكن ينوي بقلبه، لا بد من هذا. أحسنت. السحور شيخ، هل هو في دلالة على أن أنا باشر بسوي شيء معين السحور؟ قطعا، يعني هو أكلة السحر دليل أني سأصوم غدا، بل لو سألت أي مسلم الآن، أي مسلم الآن أو أي قناة أن غدا الأول من رمضان، لو سألت قلت هل ستصوم غدا؟ ما يقول لك نعم، يضحك يقول أكيد أكيد سأصوم غدا. نعم. صح. فهذه هي النية. نعم. النية محلها القلب والله الحمد والمنة. ممتاز. شيخنا تطلع لنا بعض الفتاوى من بعض الناس لا تسوون هذا، ديروا بالكم على صيامكم. في مساحة من الأمور الجائز أن يسويها اللي احنا نسميها مباحات الإنسان يسويها وما يتأثر على صيامه شيخنا؟ قطعا، يعني المفطرات معروفة عند أهل العلم،
يعني بعضهم عندها 13، بعضهم عندها 12، على خلاف في بعض المسائل هل تفطر أو لا تفطر، لكن المفطرات معلومة مذكورة في كتب الفقه منصوص عليها، فكل ما عدا هذه المفطرات فإنها يعني إما أن تكون مكروهة تجرح الصيام أو مباحة، طيب بل قد تكون أحيانا مستحبة، بعض الناس يظنها ممنوع لجهله، لكن بشكل عام لا، لابد الإنسان يعرف المفطر. وهذه دكتور ميزة من يدرس، طيب صح. يعني ما الذي يمنعنا أنه عند دخول شهر رمضان أو قبيلة دخول شهر رمضان أن نقرأ عن الصيام أو نسمع، الحمد لله صح. كل شيء متوفر الآن، صحيح. نسمع صح. شريطا نعم. أو نقرأ محاضرة مكتوبة أقصد، طيب أو يحضر دورة في أحكام الصيام نعم. وبالتالي نعم. يعرف ما الذي يحرم وما الذي يحرم ويفسد الصيام، ما الذي يحرم ولا يفسد الصيام، ما الذي يباح، ما الذي يستحب، يعني تصور نعم. خاصة كتاب الصيام بالذات ها صح. كتاب نعم. الصيام من سائر نعم. الأركان اللي الصلاة والزكاة والحج والصيام، أسهل كتاب وأخصر كتاب، مختصر جدا نعم. فلا يكلف الإنسان وقتا كثيرا حتى يتعلم، مثل شكل مسجد علشان تعطي إيحاء للأولاد ويتجمعون للصلاة وفي طريقة معينة. وسألوني يعني برات يعني شلون راح نصلي، قلت لهم إن شاء الله راح، يعني كنت قاعد أقول بقلبي إن راح نعرض على شيخنا الشيخ أبو محمد عثمان على إنه شلون آلية أو كيفية أو تجمع الناس الآن خاص البيت للصلاة. الله يسلمك. نعم، هذا عثمان بن مالك رضي الله عنه لما مرض ثقله ما يستطيع يخرج إلى الصلاة، دعا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارته في بيتي يصلي في مكان يتخذه مكانا للصلاة. ما شاء الله. ومنها نعم. قول الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، طيب وهو نعم. مكان معد للصلاة. أحسنت. المحراب ليس هو المحراب الذي يسميه الناس الآن في المساجد، هذا المحراب نعم. هذا يسميه أهل العلم الطاق بالقاف، الطاق قلقلة نعم. طيب نعم. أما المحراب فهو مكان الصلاة، سواء كان في البيت، في المسجد، في العمل، في أي مكان مكان مخصص للصلاة يقال له محراب. ممتاز. طيب ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي في مصلى بيته نعم. في مصلى. فجميل نعم. جدا. أرجع إلى عثمان بن مالك. عثمان بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال إني صلي لي في مكان، فلما أتاه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تريد أن أصلي؟ فقال هنا يا رسول الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان تبركا يتبرك بهذا المكان، ثم اتخذ هذا المكان مصلى له في بيته. فجميل ممتاز. جدا إذا كان هناك متسع، مكان متسع واسع ويصلي فيه الإنسان، يجعله هذا كذا يحفظ ويوضع فيه مصحف ويوضع كذا، والله جميل جدا. الله يبارك. ترتيب الصفوف شيخ كيف يكون للصلاة؟ طبعا إذا كان الإنسان يصلي مع زوجته أو إحدى محارمه نعم. مع أمه، مع أخته، مع ابنته، مع زوجته، الأفضل تصلي خلفه، هم صلت بجانبه لا يضر إذا كان ما في حرج إن شاء الله. أبدا هو أبداً. معها هو معها نعم. تصلي بجانبه عن يمينه، طيب نعم. ويصلي على اليسار يأمها، وإن صلت نعم. خلفه فلا بأس نعم. وإن كانوا يصلون جماعة أكثر من مع زوجتي، مع آخرين، مع بناتي وزوجته وأولاده، فالأولاد في الصف الأول يعني خلف الإمام، النساء في الصف الثاني. الذكور يصيرون في الخلف. زين، وردني سؤال أن أحد الأسر والدهم هو يصلي فيهم يقرأ من القرآن، ما يحسن النطق شيخنا، خطأ في القراءة، حتى في التجويد، في الإعراب، يقول تضايقنا. السؤال نخليه ولا ننحاش منه؟ لا يخلونه ولا ينحاشون منه. في حل ثالث دكتور. تفضل. إيه يعني هو ممكن يعرضون عليه عرض. طيب. جميل. يعني يكلمون أمهم مثلاً أو يلمون عليه، يكلمه بطريقة مناسبة، يقول شو رأيك نعود العيال أحسنت. أن يصيرون أمة. حتى لو عمرهم صغير شيخنا. عمرهم صغير؟ يعني المهم أن يكون مميزاً. تمام، ممتاز. أن يكون مميزاً. طيب، ويحسن قراءة القرآن. أحسن. فيقول إشراك نعود العيال يتقدموا يصلون فينا، يأخذون شجاعة ودربة على هذا الأمر. أحسنت. ويعني
يتعلمون القراءة وأنت تصحح لهم أنت أبوه، ممتاز 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 يثنون عليه بهذا، فلعله يرضى إن شاء الله بهذا، فيتقدم الأولاد، ولعله أن يستفيد بعد ذلك عندما يسمع قراءتهم يعرف سوء قراءته، ويذكرون والعلم عند الله لا أدري عن صحتها لكن مشهورة، يذكرونها مشهورة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما نظر إلى رجل لا يحسن الوضوء، رجل كبير لا يحسن الوضوء، هما صغيران، فقال كيف نكلمه؟ فقال الحسن للحسين تعال نتوضأ أمامه، فأتيا فقال يا عم أنا وأخي اختلفنا في الوضوء، نعم وين أن نتوضأ وصحح لنا أينا وضوءه الصحيح وأينا وضوءه غير صحيح، فتوضأ وضوءا صحيحا وخالف في شيء يسير يعني، فلما انتهيا قال له أينا أصح؟ قال أنتما أصح وأنا خطأ. الحمد لله، الله يبارك، الله يبارك. فعلمه بطريقة غير مباشرة، فكذلك جميل هنا جميل. تصور يمكن إرسال الرسالة إلى الوالد بطريقة غير مباشرة بحيث أحسن. يتقدم نعم. أحد الأولاد أو كذا أو كذا، والله المستعان. شيخنا لو دخلنا على أمور فقهية، هل بعضهم يقول أن لو المرأة تصلي بزوجها وهي مجيدة متقنة حافظة في حرج لنا يعني على هذا الأمر، أو بعض المذاهب تجيز؟ الأصل المرأة لا تأم الرجل، ولذلك نعم. عائشة رضي الله كانت تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ومع نعم. هذا كانت تقدم عبدها كيسان يصلي فيها وهو يقرأ من المصحف، فهي أحفظ منه لكتاب الله تبارك وتعالى، مع هذا قدمته. فالأصل أن النساء لا تتقدم على الرجال في الإمامة. نعم، لا تأم المرأة الرجال، قال أهل العلم تأم المرأة النساء. ممتاز. المرأة نعم. تأم النساء كما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، فلا بأس بذلك، أما أن تأم جميل. الرجال لا يصح. الله يبارك فيك شيخنا. الآن يعني على كلامك دخلت مساء على قضية المميز. الآن أعياننا الآن في البيت، كم العمر المناسب أني أنا أعلمه على الصيام؟ وأيضا طريقة التعليم، هل بالزجر، بالنهر، بالترغيب، بالترهيب؟ حتى لو عفوا أعطيته هدية، صام اليوم أعطيته هدية، فيها حرج أو أن هذا الأمر لا يجوز أو أنه مسموح فيه؟ أو المميز يقول هو الذي يفهم الكلام. ممتاز. طيب، ويرد الجواب، هذا هو المميز الذي نعم. يستطيع أن يجيب ويفهم الكلام. طيب، هذا تقريبا العمر شيخنا، العمر تقريبا ما في عمر معين، لكن يحدونه بين السادسة إلى العاشرة، أو ممتاز. من السادسة إلى البلوغ. ممتاز. لأن بعض الأولاد قد يبلغون بالعاشرة، قد يبلغون في الحادية عشرة، أقصى حد خمسة عشرة، لكن المهم نعم. يقوم من السادسة، وبعضهم يقوم من السابعة إلى البلوغ. هذا هو المميز نعم. يعني الذي يفهم. جميل. الطفل جميل. الذي يفهم. عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو عمره 7 سنوات، ممتاز. وكان أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وكان نعم. يقدمونه في الصلاة، كان حديث عهد بالإسلام، فكان نعم. يتقدمهم ويصلي بهم. أما بالنسبة لأمره بالصيام، فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يؤمر أمر إيجاب، ولكن يحبب إليه الصيام. حسنت. إذا كانت ممتاز. الصلاة التي هي أهم من الصيام قولا واحدا، وهي الركن الثاني في الإسلام، يقول نعم. عنها النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال أهل العلم ليس الضرب هذا ضرب عقاب، لأنه غير مكلف أصلا، نعم. وإنما الضرب هنا ضرب تأديب، لذلك لا يؤلمه، لا يؤذيه، لا كذا، وإنما يشعره بأنه متضايق من عدم صلاته، نعم. فإذا يكون ضرب تأديب وليس ضرب إيلام، لأنه غير مكلف أصلا. ممتاز. هذا تكتب نعم. له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات في هذا العمر. فلذلك إذا كانت الصلاة لا يؤمر بها إلا بالسابعة، ولا يضرب عليها إلا في العاشرة، فالصيام من بابي أولى. نعم. أنه لا يؤمر بالصيام في السابعة أو الثامنة، لا يؤمر دون السابعة، لكن نعم. أهل العلم هل يقاس الصيام على الصلاة بحيث أنه يؤمر بالسابعة ويضرب عليه بالعاشرة؟ بعضهم قال نعم قياسا على الصلاة، وبعضهم قال لا، الصلاة أهم، ولا والأصل في القياس التساوي بين المقيس والمقيس عليه، نعم. حتى يكون الحكم واحدا، حتى يكون الحكم واحدا، نعم. فلذلك الصحيح أنه لا يضرب على الصيام.
ولكن يشجع كما كان السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين كانوا يشجعون أولادهم أحسن على الصيام إلى الظهيرة إلى العصر وأظن طبيعي إلى الظهر يفطر بعدين شيخنا عادي يسوون فيك كذي أهلك قبل يعني أهلنا كانوا كذي يعودونا والله صراحة كنا نصوم للظهر طب يصير تصير كانوا يصومون للظهر عشان بعدين شافونا ها 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 قال أكل زين والهدية شيخنا بعدين يكملون للمغرب والهدية شيخنا لا مانع منها بس لا يتعود عليها لا يصير بعد ذلك يقول ما أصوم إلا بهدية يعني يعطى بين فترة وفترة هدية لكن لا تكون الهدية هي الدافع الوحيد للصيام أحسنت شيخنا متوقع عند بعض الأحباب غدا النسيان متوقع هذا يعني النسيان عنده ينسى يشرب يأكل أحسنت السؤال أنا لما أشوف واحد الآن يأكل يشرب أنبه ولا ما أنبه؟ أقول أطعمه الله وسقاه. شنو نظرتك عليها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. يعني نعم. من أهل العلم من يرى أنه ينبه لأن هذا من باب إنكار المنكر. نعم. وكونه يأكل في نهار رمضان هذا منكر ويجب إنكاره. نعم. طيب هذا قول لبعض أهل العلم وهذا اختيار شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم. هناك قول آخر لأهل العلم وهو أنه لا ينبه لأنه إنما أطعمه الله وسقاه. نعم. فقال لا ينبه على هذا بل يعني يترك لأنه يعني فرج من الله كما يقال نعمة والله نعمة. وأنا تميل نفسي نعم. إلى التفصيل تفضل وهو ينظر في حال الرجل أو الإنسان بشكل عام رجل كان أو امرأة ينظر في حاله إن كان ظاهره التقوى وعرفه بالصلاح طيب فهذا قطعا يقينا أنه ناسي فلا يقال لفعله إنه فعل منكر وبالتالي يترك ثم ينبه إذا شبع على قولتهم أما الذي ظاهره لا عار عرفشون وممكن يأكل في نار رمضان وكذا لهذا ينبه نعم. لأن احتمال كبير إنه يعني متجرئ على الفطر نعم فأكل عامدا فيفصل بين هذا وهذا يعني ممتاز. أنا أذكر مرة كنت صايم بس نافلة زين رحت الدوام الصح حطوا الريوق دبيت معاهم زي؟ ما شاء الله بالعافية تريقنا وخلصنا وشبعنا وهذا كذي ولا أتذكر أني صايم قلت الله المستعان يلا عسى الله سبحانه وتعالى يتقبل رجعت البيت وغدا أكلت غدا معاهم يا خلصت غدا تذكرت اني صايم زين يوم صار العصر زين يوم صار العصر حطوا شاي وكيك وشو ومعاهم يعني ما شاء الله كيف الايام العاديه والله ترى نفس الموقف صار لي انا ترى دور نفس الموقف صار لي بعد الله المستعان الله يحفظك الله يحفظك هذه رحمه من الله سبحانه وتعالى الحمد لله نعم الله سبحانه وتعالى يتقبل الله يسلمك لو التفتنا شيخنا ايضا الى يعني فئه كريمه علينا هم اهل الاعذار ومنهم مثل الاباء والامهات يعني الان يتداولون بعض الاسئله ان الام او الاب يقول انا الحين بعمر 70 80 والطبيب منعه وصحته ما تسمع يقول انا الان افطر واحفادي يصومون لا انا بصوم شنو التوجيه له شيخنا؟ جميل هذا يعني الشعور هذا طيب جدا حقيقة نعم أنا نعم. أتصور هذا الشعور مثل شعور المرأة إذا جاءها الحيض سبحان الله كيف نعم. تأكل أمام أولادها خاصة إذا كانوا صغارا لا يعقلون نعم في السادسة في السابعة ما يعرفوا شنو الحيض وكذا لكن يصومون صح. مثلا صح نعم نعم يعني المميز يصوم لكن ما يفهم الحيض أو يشوف أم تأكل ينكر عليها على طول مباشرة كيف تأكلين كيف كذا فتستحي من أولادها فماذا نعم. تفعل؟ أحيانا تصوم معهم لا بنية الصيام ولكن خلنا نقول نية الإمساك عن الأكل وهي ليست صائمة امتناع فقط يعني امتناع عن الأكل مثل بعض الخدم غير المسلمين ما يأكلون حالهم حال أهل البيت مثلا من باب تأدبا يعني من باب الصيام تأدبا شيخنا يعني تأدبا مثلا نعم أنا أتصور هذا الكبير في السن نعم لا يأكل أمام أولاده طيب حط له بالغرفة ثلاجة صغيرة مثلا أو يجيبوا له الأكل بسكات دون أن يعلم الأولاد وكذا ويأكل لكن الأصل ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة لا ضرر ولا ضرار يعني كل هذه النصوص
يعني تمنع صيام هؤلاء الذين يتضررون من الصوم، والله أعلم. الله يبارك. هذا شيخنا إذا كان العذر دائم، المرض دائم، نعم، ينطبق عليه كلامك الكريم يعني هذا. كذلك العذر الدائم هو يختلف في قضية القضاء وعدمه. يعني يتفضل. أحيانا يكون الآن تعبان لكن ممكن إن شاء الله بعد أيام أو أقل أكثر مهمنا يكون صحة جيدة فيستطيع أن يصوم، أو هذا الشهر الآن حر شديد والنهار طويل فما يستطيع، لكن لو قضاه في الشتاء مثلا النهار قصير والجو لطيف ممكن يصوم في تلك الوقت، هذا يقضي. أما إذا كان لكبر، يعني سبب عدم الصوم هو الكبر، فهذا السنة الجاية بيكون شنو أكبر، فخلاص هذا وتعب وتعب. نعم نعم، يتعب ولا يطعم ولا يصوم ولا يقضي. الله يسلمك شيخنا. مثل أيضا حالة بعض الأخوات البنات اللي ولدت يمكن الآن أو تولد في رمضان ويدخل على حالة النفاس، نعم، هل خلاص 40 يوم ما تصوم، أو إن لربما في أشياء معينة داخل فترة النفاس تقدر يوم تصوم أو يوم تفطر؟ تفصيلها شيخنا الله يبارك فيك. والله دكتور لا يخفى عليك أن النفاس مختلف فيه في مدته، نعم، يعني نعم. هو يعني طالما أن الدم ينزل فهو إلى 40 على قول جماهير أهل العلم، الناقصة نعم. مدة النفاس 40، وأنه نعم. إذا بعد 40 تغتسل وتصلي ولو نزل الدم، نعم، هذا قول جماهير أهل العلم. بعض أهل نعم. العلم قال لا، إلى 60 بعضهم أوصلها، ماشي، نعم صح. واختيار شيخ ابن تيمية أن العبرة بالدم، متى وجد الدم فإنها لا تصوم. الإمام مالك رحمه الله قال تسأل النساء لتفاوت الأمر بين النساء، لكن حديث أم سلمة رضي الله عنها حددت 40، وهذا هو الأقرب والذي عليه جماهير أهل العلم، أنها بعد 40 تغتسل وتصلي إن شاء الله تعالى. لكن خلال فترة تطهر قبل، أحسنت، نعم تفضل، قبل 40 خاصة نعم. الآن بالنسبة للإجهاض النساء التي يجهضن، طيب، وهذه أصلا عندما تجهض سواء في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس يسوون لها تنظيف أصلا، سوي تنظيف، نعم، وقد لا يستمر معها الدم إلا 7 أيام أو 8 فقط، وقد يكون أقل، وبعض نعم. النساء قد تلد ولا يخرج دم، خاصة اللي يسوون قيصرية مثلا، نعم، عملية قيصرية يفتح البطن ما يخرج شيء من الفرج أصلا، فمثل هؤلاء ما في نفاس، النفاس هو خروج الدم، نعم، فمتى نعم. لم توقف الدم أو لم يخرج الدم مثلا اللي فاتحة قيصرية بطنها مثلا، هذه ما هي نفساء، فهذه تصلي مباشرة، والتي ولدت إجهاضا يعني أسقطت وانقطع الدم بعد 10 أيام تغتسل وتصلي، ممتاز. وكذلك التي انقطع دمها، يعني ترى قليل من النساء تكمل 40، أكثر النساء تطهر قبل 40، ولكن هنا قضية نعم. دكتور لو مضى عليها مثلا 20 يوما من النفاس فانقطع الدم، رأت القصة البيضاء أو الجفاف، المهم انقطع الدم فاغتسلت وصلت، بعد 5 أيام عاد الدم، رجع نعم نفساء، ترجع سبحان الله إلى 40، لا تقول نعم. لا أنا طهرت خلاص، لا، طالما أنها ما زالت في 40 فكل دم يخرج من المرأة النفساء خلال 40 فهو نفاس والله أعلم. الله. الآن يتكلمون شيخنا مع سالفة يعني قضية أهل العذر والمرض، الآن يقولون يعني أن من التوصيات علشان المقاومة والمناعة بعد فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثرة شرب الماء، فبعضهم نعم. يقول أتخوف من الجفاف، أتخوف من الجفاف، كيف العمل؟ جميل، هذا بالنسبة للمصاب بالفيروس، نعم. المصاب بالفيروس. لكن هناك ناس غير مصاب مثلنا حنا الحمد لله، الحمد نعم لله محظور نعم. علينا أن نخرج، لكن غير مصابين بالفيروس نعم. نحن الحمد لله ما عندنا جفاف ولا عندنا كذا، في الأصل الصيام. أنت تتكلم نعم. حفظك الله دكتور عن المصابين، الله يحفظك، نعم، عن المصابين بالفيروس، هذا يرجع إلى توصية الطبيب. إذا قال له الطبيب أنت لا تحتاج إلى أن تشرب الماء لإصابتك بالفيروس صحيح في أوله أو كذا، لكن تحتاج أن تلبس تشرب وكذا، فهذا يرجع إلى وصية الطبيب إن شاء الله تعالى. ممتاز. أما الناس العاديين يقول أخاف من الجفاف، ما عندك إلا الخير، أنت مريض الحمد نعم. لله نعم نعم. إذن الأحكام الطبية عموما شيخنا، هل أول شيء أتوجه لي مثل حضرتك للشيخ للمفتي
ولا أول شيء أشوف كلام الطبيب والطبيبة وش اللي يقولوا لي عليه؟ الطبيب لا يفتي إلا إذا كان نعم. طالب علم شرعي. أحسن أحسنت. الأصل الفتوى عند طلبة العلم وليست عند ممتاز. الأطباء. لكن نعم. طالب العلم أو العالم أو كذا هو يستنير برأي الطبيب. ممتاز. يستنير الطبيب ماذا قال الطبيب، إما أن يسأل السائل يقول ماذا قال لك الطبيب، أو هو يسأل الطبيب نفسه. بحيث ممتاز. أنه نعم. يصل إلى حكم في المسألة. فمثل الآن نشوف يعني بعض العلماء الكبار كانوا يشون في مسألة يسأل الاختصاص مثلاً. أعطونا زبدة هذه المسألة، أعطونا ملخص هذه المسألة، فيعطيه ملخصا ويبني عليها حكمه. فكذلك جميل. هنا الطبيب يعطيه ملخص المسألة وحقيقة الأمر وواقعه وكذا، ثم هو يفتي بناء على توصية الطبيب. ممتاز يعني شيخنا، يعني ما تنصح أن في رمضان نأجل مواعيد؟ على سبيل المثال قضية تحليل الدم، قضية الأسنان يعني معالجاتها، تنصح أن نأجلها بعد رمضان ولا عادي نقدر نسويها في رمضان هذه؟ ولا شك الخروج من الخلاف طيب، الإنسان يبتعد عن الأسنان وكذا بحجة أنه حتى لا يدخل شيء من الدم أو من الماء أثناء المضمضة إلى جوفه، هذا أفضل قطعا. لكن إذا كان ما يحصل موعدا قريبا، خاصة موعد الأسنان قد تكون طويلة أو شيء أو كذا. صح طيب. نعم. والشيء ثاني شنو قلت غير الأسنان؟ تحليل الدم أيضا، بعض الحين يأخذ منه تحليل الدم أو تحليل الدم ما يضر، أو التبرع بالدم، الصفائح الدموية الآن مثل ما أعلن وزير الصحة. إذا كانت نسبة الدم عالية عنده وجيدة، تبرع نعم. الدم تبرع بالدم لا يضر إن شاء الله تعالى. أما إذا كان أي نعم. يتعب، لأن الآن يعني أنا أذكر كذا مرة لما نروح نتبرع بالدم أول ما نتبرع يقولنا لازم تشرب بعد عصير مثلا، صح لأنه يأثر نعم. عليك صدقت. تتعب وكذا وكذا. فإذا كان نعم. يصل لهذه المرحلة لا، هذا ما يتبرع بالنهار، يتبرع بالليل أو ينتظر إلى ما بعد الرأي، إلا إذا كان في ضرورة موضوع آخر. ممتاز. شيخنا الآن يعني الله يجزيهم خير، يعني حكومة الكويت الله يبارك الآن في عملية الإجلاء للمواطنين من الخارج الآن، هل ينطبق عليهم أنهم لا زالوا في سفر هناك ولهم يعني الرخصة أن يصوم أو ما يصوم، أو كيف الحكم لهم الشرعي؟ إذا كان هناك ما زال هناك نعم يفطر إن شاء. نعم. هو الآن مسافر ما زال، لكن متى ما دخل البلاد وهو في الطائرة نعم. مسافر، متى ما دخل نعم. البلاد عمل معاملة المقيم. لكن طالما طرحت هذه المسألة أنا والله فضل. حزين جدا حقيقة بالنسبة لهذه المسألة، وهي قضية أن الدولة يعني استنفرت استنفارا كاملا لاستقبال هؤلاء. نعم. لكن يعني مشكلة أن تتكلم عن 40,000 أو أكثر زين جايين نعم. يعني مو كلهم ملتزم حقيقة. صح. يعني في ناس عقلاء ويفهمون هذه الأمور ويلتزم بما صح. أمر نعم. به نعم. خشية نعم. أن يضر نفسه أو يضر غيره. نعم. بعض الناس للأسف يعني لا يهتمون بهذا الأمر أو لا يدركون خطورة الأمر، فيأتون ويخالطون وكأن ما صار شيء للأسف. أنا أتكلم عن الذين لم تظهر عليهم الإصابة، لكن هذا قد يكون مصابا، خاصة أن الأطباء الآن يتكلمون قد يكون حاملا لهذا شيء خفي داخله. نعم نعم، ولكن لا تظهر علامات، وخاصة أن البعض الفحص نفسه يأخذ ثلاثة أيام حتى تظهر النتيجة. نعم. فخلال هذه ثلاثة أيام شو تسوي؟ فأنا أتصور أن الناس يجب أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي أهليهم خلال نعم. هذه الفترة، على الأقل أول أسبوع ينتظر حتى تظهر النتيجة صدق أو سليم نعم. أو كذا أو كذا. حتى إذا ظهرت النتيجة يبقى في الحجر المنزلي حتى صح. تزول الغمة. يعني أنا أعرف ناس والأسف كبار في السن ما هم أطفال ومتعلمون، قضية ما هي متعلم وغير متعلم، قضية الوعي اللي عنده. أي نعم. يعني جاي من برا وأمر بالحجر يعني يبقى في بيته وكذا نعم. وما يصبر يطلع سبحان الله الناس وهذا كذا من باب ما فيني شيء. نعم. ما حد قال فيك شيء، لكن خطأ من الوقاية يعني الحذر منك يعني. طبعا لابد الإنسان يكون حذر يعني. أحسنت. ماشي أنت ما تخايف على نفسك، أو خلنا نقول التوكل عندك عالي جدا، هذه نعمة زين. طيب نعم. غيرك ما لا ضرر ولا ضرار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم. شيخنا لو واحد توايا يعني من قضية إن الإجلاء ودخل الكويت، هل أنا أؤثم لو أنا استقبلتها عندي مثل أنا صديقي حبيبي أخوي وياي يزورنا
لو استقبلته عندي ويبي يحضني وكذا ومنعته وصديته، او بالعكس ان اخذته بالاحضان، هل علي شيء شيخنا؟ والله قضيه ياثم ما ياثم عند الله تبارك وتعالى، سبحان الاثم، لكن غلط. نعم عرفان يعني ولي الامر امر بالابتعاد، عرفان بناء على نعم. مصلحه عامه زين، فلا يصلح له هذا العمل ابدا، ولا يصلح نعم. لك انت هذا العمل ان تستقبله ان تقبله، وانت اصلا الاصل تنكر عليه خروجه من صحيح. المحجر، سواء كان المحجر في بيتي او المحجر في غير بيته، طيب الاصل نعم. تنكر عليه هذا الامر، لا ان تحتضنه وتقبله نعم. وتهلي به وكان شيئا لم يكن، بالعكس أحسن. نعم. هذا فيه ضرر عام يعني صحيح. ينبه لهذا الامر الله المستعان. الله الان اللي اخذوهم الله يحفظك شيخنا، حتى لو كانت قضيه اشتباه او قضيه نعم. الحجر يعني في الفنادق او في المنتجعات او غيرها، هل هذا الإنسان أيضاً يجب عليه الصيام أو القضية فيها تفصيل من ناحية الصيام عليه؟ لا، إذا ما كان مصاب، إذا ما كان مصاباً، هذه كما قلنا قبل قليل يقدرها الطبيب، عرفان؟ أحسنت. قدرها الطبيب يقول له أنت ما فيك إلا الخير، زين اشتباه مثلاً، طيب؟ نعم. قد يكون مصاباً أصلاً، زين؟ وما يحتاج إلى أن يحتبس بنفسه، خاصة إذا كان شاباً قوياً كذا، بس إنه لا تضر غيرك يعني. طيب نعم. والاحتباس وانك تستطيع ان تصوم مثلا نعم. طيب نعم. فهذا لا مانع منه ان يعني يصوم، لكن اذا الطبيب قال له انت لا تستطيع ان تصوم او الصوم يضرك، ومثل ما تفضلت قبل قليل دكتور انه لا لازم يشرب ماي صح لاجل هذا المرض، هذه حالات خاصه ايه. فنعم ايه هذا نعم. ما في مانع ان يفطر ان شاء الله تعالى، وتبقى القضيه ممتاز. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى ما عاد نعم, نعم. الله يبارك فيك شيخنا. الحين لو بننتقل الى قضايا الان خاصه اكثر الكويت او الخليج، يعلقون الان زكاتهم في رمضان، حتى بعضهم من النكت يقول انا ما اتذكر من الاشهر الا رمضان وذي الحجه، بس انا ما اتذكر غيرهم، هذا برمضان نصوم وهناك نروح الحج اي نعم. فالاشهر العربيه الان في رمضان قضيه الزكاه، وخاصه يسالون عن بعض الاشياء مثل قضيه زكاه الذهب، يعني قضيه الاسهم، مع أن ربما في اختلاف أو وجهات نظر، رأيك شيخنا في هالقضية هذه؟ والله شوف يعني قضية أن الناس يذكرون زكاة في رمضان هذا شيء طيب، أنا مرات أحيانا بعض الناس يسألوني يقول شو عن الزكاة، أقول خلها برمضان أساس لا تنسى نعم. لأن كل الناس طلع برمضان، لكن حدد لك مثلا أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع، بعضهم يربطها بالحج يقول أنا طلع زكاة عند الحجة، بعضهم يربطها ممتاز. بالحرم محرم نعم. لأن شهر محرم يذكر عند الناس، لأن الزكاة مرتبطة بالأشهر العربية أحسن طيب. نعم القمرية، وليست في الأشهر الفرنجية الميلادية نعم الميلادية، فلذلك لأن السنة الهجرية أقل صح، فإذا اعتمد على السنة الميلادية واحد يقول أطلع أنا دائما بواحد يناير مثلا لما تنتظر لواحد يناير من السنة الجاية تأخرت زكاتك 12 يوم تقريبا صح أو 11 صح. يوم ففيها تأخير، فلذلك الاعتماد على الأشهر العربية، ورمضان مثل ما تفضل الدكتور لأنه أشهر عند الناس وأكثر الناس تخرج زكاتها في رمضان من هذا الباب يعني طيب. نعم. أما بالنسبة للزكاة زكاة الذهب وزكاة الأسهم وغيرها، يعني بالنسبة للذهب المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، طبعا الذهب خلنا نقسمه ثلاث أقسام زين، ذهب مكنوز زين، ذهب مكنوز وهو اللي خاشينا للعازة، خلينا نقول إذا احتجنا بعناه مثل السبايك مثل السبايك حتى مثل بعض الذهب اللي عند النساء اللي يسمونه حزام جابر ومدري إيش وكذا ايه. اللي ايه ما تلبسه نهائي بس حاطته للعازة طيب، هذه يسمى الذهب المكنوز صح. هذا عليه زكاة قطعا طيب ايه. النوع الثاني الذهب الذي يملكه الرجال، هذا كذلك عليه زكاة قولا واحدا لأن الرجال لا يجوز له لبس الذهب. الذهب يعني نعم صح. الثالث هو المختلف فيه وهو ملبوس النساء المقتنيات، الذهب يعني تلبسه النساء سواء تلبسه في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة أو بالسنتين أو لكن هو ملبوسها بين فترة نعم. وفترة تلبسه حسب المناسبة، عرس، مناسبة ولادة، أي مناسبة تلبس من هذه الأطقم الذهب. هذه نعم. التي اختلف فيها أهل العلم، هل تعتبر هي من الحاجيات الخاصة للإنسان كسيارتي وملابسي وذهب المرأة، يقول هذه حاجيات خاصة للإنسان فليس فيها نعم. زكاة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وهناك نعم. من أهل العلم من يرى وجوب
إخراج زكاة الذهب الملبوس مطلقا. نعم. والنفس تميل إلى عدم الوجوب. أحسن. أنه لا تجب الزكاة في الذهب الملبوس. والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للأسهم، إذا كانت هذه الأسهم مضاربة يضارب فيها يبيع ويشتري، فهذه عروض تجارة يخرج عليها زكاة على قيمتها يوم وجوب الزكاة. الزكاة. نعم. إيه. أما إذا كانت هذه الأسهم لا ليست مضاربة، وإنما شاري أسهم في الشركة الفلانية في المؤسسة استثمارية 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 على قولتك كذا، فهذه يرجع إلى المؤسسة رابحة خسرانة طبيعة عمل هذه المؤسسة ويخرج الزكاة بناء على. والحمد لله الحين عن طريق بيت الزكاة تعطيهم اسم الشركة على طول يبينون لك كم زكاتها وكم كذا وهل عليها زكاة أو ما عليها زكاة. هذا غير من الشركات نفسها الإسلامية هي نفسها تحدد إن ربحانة خسرانة فيها زكاة ما فيها زكاة وتنبه الإنسان على هذا. الشيخنا مع الأوضاع الحالية، عفوا على المقاطعة، مع الأوضاع الحالية تصوري والله أعلم يمكن تصحح لي هذه المعلومة، أشوف لا المضاربة بالبورصة ولا قضية الاستثمارية الشركات وبيت الزكاة الآن واضحة الرؤية لها، وبعض الناس معلقها الآن على الزكاة، كيف الوضع الآن؟ لا طبعا الشركات هذه الاستثمارية قد تكون استثماراتها خارج البلد عرفون، وقد تكون ما زالت تدور أرباحا، لكن هو غالبا الحين في خسائر لأن الشغل واقف. نعم. أنت النفط نازل كل شيء واقف، يعني مؤسسات العالمية واقفة تقريبا. إنزين. هذا أيضا كما قلت لك يعني هي الشركة نفسها هل تقول عندي أرباح عندي خسائر عندي كذا عندي كذا وبناء ممتاز. عليه. ممتاز. يكون إخراج. ممتاز. ممتاز الله يبارك شيخنا. يعني الآن على قضية الآن الصيام اللي الآن عندنا هذا الصيام الكريم اللي مع الإنسان الآن، هل يختلف؟ وأنا بعد سألوني مثل دول أجنبية، لو اختلف الوقت الآن طويل أو قصير هل نقدر على بلد فيه يسر وفي عدم مشقة ولا نلتزم ببلدنا الطويل؟ أنا مرة كنت بالدنمارك وكنا نفطر الساعة تقريبا ما يقارب من 10:30 يعني بالليل، والفجر إلى الساعة تقريبا 3:15 أو 2:30 تقريبا أكثر شوي أقل. قالوا لا بعضهم أفتى لهم أنه اخذوه على أقرب دولة فيها شوية يسر عليكم، وبعضهم أفتى لهم حتى على السعودية. نعم. فكيف النظام على هذا الوضع الله يسلمك؟ إنزين ممكن أنا أطرح سؤالا؟ لبيك. إنزين هؤلاء الذين يطول عندهم النهار ويقصر الليل تدور الأيام فيقصر النهار الصيف. يقصر النهار ويطول الليل، تبي تطالبهم شوية تبي تطالبهم. هل إذا صار نهارهم قصيرا أربع ساعات هل نطالبهم؟ هل نقول صوموا مثل السعودية يرضون؟ لا والله فرصة أبي حق نفسي أنا. ما يرضون طبعا. صح كلامك. اي نعم صح. اي نعم صدقت. هذا المعنى غير صحيح، وإلا صار عندنا احنا بالكويت مثلا احيانا يصير النهار 16 ساعة وصيف. صدقت نعم وحر تعب. نعم. او اقل من 16 15 ساعه يصير صيف وحر زين. نعم. هل نقول لا والله احنا الحين نصوم مع الدنمارك عشان لانه نهارهم اقصر مثلا لان احنا الحر شديد؟ هذا لا يستقيم ابدا. يعني قضيه ان اذا قصر النهار نقصر معه نقول روح نصوم مع السعوديه ولا كذا، تبقى القضيه. نعم. لا يكلف الله نفسا الا لا لو سمح. نعم الحمد لله. تقدر تصوم صوم. صح. ما تقدر تصوم تتعب افطر. صح. فمن كان مريضا او على فمن كان منكم مريض او على فعدته من ايام اخرى فعدته. الحمد لله عاجز عن الصوم الدين يسر الله الحمد لله. نعم. لكن عدم التلاعب بالدين انه والله النهار طويل لا باخذ على السعوديه، النهار قصير لا باخذ على ديرتي. انا كنت في لندن فتره من الفترات كنت اتسحر الساعه 6:30 الصبح الفجر اذان الفجر الساعه 7 زين ما شاء الله اتسحر 6:30 زين يعني قاعد تريق. اي نعم عدل. اي نعم صح كلامك. اي نعم صح كلامك. الساعه 4 الفطور الساعه 4 تصبيره هذه تصبيره ما في شيء هذه يعني عرفت اصلي الفجر الساعه 7 احط راسي انام اقعد الساعه 2 باقي ساعه الفطور ماكو شيء يا حلوه هذه. اي نعم. فهؤلاء في هذه الدول زين احيانا تنقلب المساله يصير لا يصير الليل طويل والنهار قصيرا. ممتاز. نقول لهم هي المسألة التقوى. أحسن. لا يتلاعبون بالدين. تقدر تصوم صوم ما تقدر الحمد لله أفطر وعدة من القضاء خلى في الأوقات اللي يصير فيها النهار أربع ساعات الميسر. أي نعم. تقضي في ذلك الوقت ما في مشكلة، لكن قضية أني أفطر والشمس طالعة
اي نعم عرفت؟ اي نعم واقول انا على السعوديه هذا يمكن لهم يصلح واحد فيها دكتور عفوا دكتور سم. هذا ممكن يصلح في مثل بعض البلاد مثل الاسكا عرفت شلون؟ اللي الشمس مستمره احتمال اي اي نعم. ست اشهر نهار ست اشهر نعم. ليل هذا نعم عرفت؟ انا حدثني خالي ذهب الى الاسكا هناك يقول ما في ليل الله. الفتره اللي ذهب اليها كلها نهار يقول ما في نعم. ليل كله نهار يقول حتى اذا رحنا الفندق ننام نهار شلون ننام يقول حاطين ستاير سود استشعر انك بالليل اي حال الانسان بس يعني نعم استشعر انك بالليل ونام لهالدرجه لا لا لا. اي نعم. هذه نعم ممكن هذه تقول على السعوديه نعم. والى اقرب نعم ممكن لكن نعم. اللي بس مجرد انه طول وقصر ما يخلو بلد من طول وقصر احسن شيخنا الان متوقع الان اسمح لي اقول هالكلمه ما اقول ما هو سوء ظن لكن متوقع عند بعض الناس يقول لك والله شنو لا تصلوا بيوتكم تعالوا صلوا بالديوان عندي بيوت قريبه الدوريات مو موجوده ان يجيب شيخ ويصلي فينا التراويح في ديواننا في بيتنا هل هذا الامر فيه نظره شرعيه او نظره حتى قانونيه الله يسلمك طبعا غلط هذا الامر هذا غلط لانه هو اغلاق المساجد ليس عنادا نعم. الدولة عندما أغلقت المساجد لم تغلقها عنادا للناس ولم نعم. تغلقها كراهية في الإسلام لمصلحة عدم اجتماع الناس بعضهم نعم. ببعض فلا نعم. يصلون في بيوتهم والحمد لله ولك أجر النية أحسنت نعم يجتمعون ويصلون ماك فايدة هكذا واحد في لن يصلون متراصين بالصف وكذا عرفت نعم. أما أن يجلسون مع بعض أرسلون في غير وقت الحظر حتى لا يخالف وقت يعني أمر ولي الأمر مثلا في الامتناع على الخروج في هذا الوقت فيجلسون في الأوقات التي مسموح فيها الخروج وكذا نعم. ودون يعني وقوع في اللي هو الاختلاط المباشر وكذا إن شاء الله ما نعم. في بأس لكن مثل ما قلت لك يعني وقت نعم. الحظر لا ما يطلعون على بدنا بيصلون جماعة مع بعض ما يصلح هذا الأمر الحمد لله أي نعم أي نعم الله شيخنا عفوا تو قلناها دكتور صلي مع عيال والله قبل شوي مع والله قبل شوي مع سعد والله ما حسينا بطول الصلاة ولا شيء ميسر الحمد لله الحمد لله الله يبارك وعندكم الشيخ عبد الرحمن بعد ودنا نسمع صوته بعد يوم من الايام ان شاء الله ايه بس مو بالحجر مو بالحجر ما عليه حتى لو بالمسجد ان شاء الله يكون عنده ان شاء الله الله يحفظك تعال معنا ترى يحصل هي الظهر لك الله يبارك لكم شيخنا في كلمة انتشرت عند بعض الناس وحتى ارسلوها مقاطع بالفيديو وشفتها ان بعض الناس يدعو ان يقول والله خلوا على الاقل له امام ومؤذن يقرون كانهم يصلون مع بعض يعني اثنين مع امام على الاقل نسمع القران من المساجد الجو الرمضاني هذا على نعيش الجو يعني القران ورمضان نسمح بهذا الشيء شيخنا او في نظره شرعيه لا في نظره شرعيه يعني قضيه ان اول شيء ليس من السنه فتح الميكروفونات في المساجد بهذه الطريقه يعني طيب إيه في ناس كثيرة تصلي ببيوتها زين أنا بيتي لزيج المسجد لما يصلي بصوت مرتفع بالميكروفون وكذا يضايقني يشوش عليكم يمكن والنبي نهى أن يقرأ أن يجهر أحدهم بقراءتي على قراءة أخيه نعم صح فهذا يشوش على الذين يقرؤون في بيوتهم خاصة إذا قلنا أن جل الناس يصلون في بيوتهم صح نعم هذه واحدة الثانية ما الفائدة من هذا الفائدة عن جمال الصوت صحيح طاعة الحرم يسمعون من الحرم بالتلفزيون وكذا يكفي الأمر لا. الثالث أن يعني ما لها مزية يعني حقيقة فقط استشعار رمضان الذي يريد أن يستشعر رمضان يستطيع أن يستشعره وهو في بيته دون اللجوء صح. إلى مثل هذه والعلم عند الله تبارك وتعالى إلى أن هذه انتشرت سمعناها والبعض على يعني تكلم عليها شيخنا الآن شفنا تبرعات كثيرة جدا خاصة نعم. عفوا يعني من التجار وأيضا من أصحاب المزارع أخرجوا مزارعهم فتحوها للناس وتركوها وحتى أعطوا لربما مجانا هل مثل هذا الإنسان الآن سقطت عنه زكاة الثمار والزروع؟ لا طبعا لا نفرق بين الزكاة وبين الصدقة والله ذكرتني دكتور أنا قبل فصل. فترة كنت مع أحدهم يعني زكاة التمر عنده زين عنده ما شاء الله نخل كثير الله يبارك ما شاء الله يعني رطب ويتصدق فيه كثيرا لكن لا يخرج الزكاة نعم سبحان الله إيه ما يدري عرفت شلون
هو الذي يتصدق به أكثر من الزكاة 20 مرة. ما شاء الله. الواقع. طيب نية الزكاة لابد من نية. الزكاة عمل تعبد تحتاج إلى نية. فلا يصلح هكذا بدون نية. فنعم يجب أن يتنبهوا إلى أن هذا يختلف عن الزكاة. ثم كذلك كون يفتح مزرعة الناس تعالوا خذوا، مو بالضرورة أن اللي خذوا ذولي من الأصناف الثمانية. لا لا لا. إيه. مثل إحنا. بعض الذين إحنا يأخذون ليش من الأصناف الثمانية؟ صح. لا تسقط عنه الزكاة. الأصل الزكاة تقسم إنه صدقات الفقراء والمساكين العامي عليهم مؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارم في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني أما لما يفتح يقول اللي يبي يدخل، طيب من يقول لك أن هذا فقير أو مسكين حتى تدفع له الزكاة بهذه الطريقة؟ نعم. مثل هذا شيخنا، أي بعض الأخوات تقول أنا أتبرع طول السنة حق بعض الأسر، هل جميل. أقدر أحسب اللي أنا دفعته قبل من الزكاة الجاية؟ لا يجوز، لأن ما دفعته دفعته بنية الصدقة. أحسنت. فلا يجوز أن تغير النية الآن في شيء مضى، مثل لو صلى نافلة خلص بعدين قال خلاص بخليها فريضة، ما يصير. تمت النية. صليتها نافلة كيف تحولها إلى فريضة؟ لذلك هذه الصدقة أخرجها نافلة كيف يحولها إلى فريضة؟ لا يصلح. نعم. أيضا من القضايا الآن يعني لجاننا الحمد لله الخيرية، وأنا أيضا يعني اسمح لي أثني على لجنتكم الكريمة جمعية إنسان، الله يبارك في جهودكم ويحفظكم، يعني مع أنكم جيراننا هني يعني منطقة جنوب السرة، زين ولكم جهد كريم جدا الله يبارك فيكم وصيت طيب الله يحفظكم. السؤال شيخنا، المحسنين هذه الله يبارك فيكم، أنتم الحمد لله إن شاء الله سفراء للخير في هذا الأمر بإذن الله، ووسطاء الله يحفظكم ويجعلكم أبواب خير. السؤال اللي أعطاكم الله يسلمكم من حق السلة الغذائية أو الإطعام، هل هذه يقدر يحسبها أيضا من الزكاة؟ يعني هذه قد إذا بحسبها يحسبها إفطار صائم، لكن ما يحسبها زكاة. الزكاة الأصل أن تعطى مالا للفقير، لأن أنت لا تلزم الفقير إلا تأخذها أكل. صح. قد يكون غير محتاج إلى أكل، محتاج إلى ملابس، قد يكون محتاج إلى تعليم، قد محتاج إلى سكن، أو على ديون يمكن يسدد. نعم. فأنت ما تلزم الفقير، أنت الأصل أن تسلمه الزكاة هو يتصرف فيها كما يشاء. نعم. إلا إذا كان هذا الفقير قلت له عندي أموال زكاة، قال اشتر لي فيها طعاما، فتكون هنا عنه وكيلا. صد جميل جميل. فهذا نعم. ما في مشكلة. أما أنك تقول له ما عندي إلا هذا خذ هذه الزكاة، لا ما يصلح أبدا، وإنما تعطيه مالا ويتصرف فيه بالطريقة التي يراها هو، هذا حقه. كيف أحصل على التوكيل شيخنا؟ من وين أحصل على التوكيل مع آلاف؟ هو يقول لك قل له أنا عندي زكاة لك، تبي أشتري فيها طعام أنا أخذ سعر زين كذا. قال لي والله جزاك الله خير اشتري لي فيها طعام، أنا ما أقدر أروح ما عندي سيارة مثلا. نعم. هو نعم. جعلك وكيلا، ما في مانع هنا. ممتاز. أتكلم كل شفافية شيخنا وصراحة. الآن نجد أن الآن تبرعات لل يعني المتعففين لمن لا يعمل، ويضعون أن تجوز الزكاة ويعطونهم سلة غذائية متكاملة. السؤال شيخنا، يعني عفوا، من متى أخذوا الإذن من هذا البيت، من هذا المحتاج، من هذا الذي لا يعمل، أن على أنها زكاة وأعطيك أطعمة؟ هذا إشكال نوعا ما. هذا غلط. نعم. أنت دكتور، يعني قضية الزكاة الأصل في الزكاة أن تعف الإنسان لسنة كاملة. صح. وكلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل. صح. فأنا لما يصير عندي زكاتي 1000 دينار، لما أعطي 1000 إنسان كم أخذ كل واحد؟ يمكن دينارا واحد على الدينار. نعم. كفاه يوم واحد. الله أعلم بعد. أي نعم الله أعلم بعد. طيب. نعم. لكن لما أعطيه لعشرة أعطيت كل واحد 100 دينار تكفيه شهر. مجزية نوعا. مجزية نوعا ما. لكن لما أعطيه لشخصين كل واحد أعطيت 500 دينار قد يعمل فيها مشروعا. صح. فتغنيه السنة كلها، قد يكون أيضا السنة القادمة لا يأخذ الزكاة. صح. بعد 5 سنوات قد يدفع الزكاة. وهذا ما يقوله البعض، يعني في المثال يقول أعطني سنارة ولا تعطني سمكة. أحسن. يعني أعطني ما يعفني للأمام، أما بس توكلني وهذا كثير ماكو فايدة. فلذلك نعم. الأصل أن الزكاة تعطى لأقل عدد ممكن وما يغنيه لمدة سنة، لأن هي ما تجب إلا بالسنة مرة واحدة.
فلازم تعطيه ما يكفيه لمدة سنة. ممتاز. فما يصبح أبداً إلا في حالات استثنائية دكتور، يكون تفضل. الإنسان هذا غير سوي، إما أن يكون قاصراً، إما أن تكون يعني يكون غير راشد مثلاً، لا يحسن التصرف في المال، فهذا أجزئ الأموال أعطيه إياه مثلاً كأجار شهري مثلاً، أعطيه كل شهر. ممتاز. لأني أعرف إذا أعطيته مثلاً 1000 دينار هذا للسنة، بعد أسبوعين صرفها. طيب. جميل شيخ، شيخنا بس إذا تأذلي الساعة كلش خلصت الآن، في موعد ثاني إن شاء الله.